قضاء على العين الكسولة لا لوت كونتر لومبليوبي. نذكركم باللي العين الكسولة هي العين اللي ما تعلمتش تشوف منذ الصغر لعدة أسباب. كيفاش نقدروا نفيقوا لها؟ حاجة الأولى الحول. الحول عندكم ان اونفو عنده الحول ديريكتومون كونسلطاسيون عند طبيب العيون فتله الزين عاودها ما تكزيستيش مهما كان لاج تاع الانفان غير يظهر الحول لازم ان كونسلطاسيون عند طبيب العيون. الحاجه الثانيه كي نشوفوا عين تاع ان اونفان ماشي كيما الاخرى زعما باغ اكزومبل الطاشه البيضاء في الحداقه هو لو نوار تاع العين تاعنا اذا نشوفوا كاين اون بيتي طاش بلونش ميم لو كان خفيفه في العين تاع الانفان لازم ان كونسلطاسيون اون اورجونس تقدر تكون ان سين من مرض خطير. ودي فوا كيكونوا دي طاش ولا اون بيتي طاش في لو بلون. لو بلون نو، لو بلون سي با تري نو نو هادوك سي انا واقيلا عندي اون بيتي طاش على بالك ديجا بديت نتوسوس. يقدروا يكونوا هادوك لي طاش بلو سكليروتيك ولا زعما نديروا تشخيص على المباشر مشاهدينا. ما ياثرلوش على الرؤيه تاعو. لا فوالا وحاجه دونك اذا ما ظهرش الحول ولا كاش طاشه دي فوا تقدر تكون العين الكسوله قليله بلا ما نفيقوا. دونك حنا الهدف تاعنا نفيقوا لها على الكبر. دونك كيفاش؟ دوكا ولادنا قاعدوا يدخلوا على البكري في المدارس التربيه كسوا الجامع تمهيدي تحضيري دونك لازم اون كونسلطاسيون في هذاك الوقت داك يلحق لونفو اذا ما عنده اوكان سين ا 3 اون اي لي بريكونيزي نديرو اون كونسلطاسيون باش الطبيب العيون يفيريفي اذا ما عندوش ضعف النظر كسوا قصر النظر لا ميوبي مد النظر لي بيرميتروفي ولا اعوجاج القرنيه. اذا عنده هاد واحد من هادوما يعطيلو النظارات باش يلبسهم. فو سافوار كو النظارات نقدروا نلبسوهم انا تري بريكوز ميم قبل عام يقدر لونفون يلبس نوادر وماشي نقولوا استنى حتى وين يكبر يوالف نوادرو نو قد ما نخلو لونفون ما يلبس نوادرو قد ما سا سرا ديفيسيل باش يريكوبيري ان اونفون فوق 8 سنين سي تري ديفيسيل باش يريكوبيري الوغ فوق 10 سنين واش نقول ادوليسون يقدر ما يريكوبيريش كاع قد ما يلبس نوادرو على البكري كيكون صغير قد ما راح يريكوبيري قد ما هاد العين